طريقة تسكين ألم الضرس، طريقة تسكين ألم الضرس بتكون حسب المشكلة اللي عاملة هذا الألم. لهيك يعني سوري أحكي لكم، ما في وصفة سحرية إنه والله عندي ألم أضراس بدي أعمل الشيء الفلاني. كثير عم بنشوف ناس عم تعمل شغلات خطأ، زيت قرنفل، أبصر شو، هاي كلها مسكنات، هاي كلها مخدرات، أوكي، بتخلي هذا الموضوع ينسيك إنه في مشكلة، وهاي المشكلة بحاجة لعلاج. فإذا أنا سألت شو هو أو طريقة تسكين ألم الضرس، الطريقة هي الذهاب لطبيب الأسنان. فعندك ألم بأسنانك، عندك ألم بأضراسك، بدنا نحل هاي المشكلة عند الدكتور. حل المشكلة بيكون عن طريق معرفة شو سبب هاي المشكلة. أحياناً بيكون العلاج سهل جداً، حشوة أسنان شغلة بسيطة ما بتاخد 5 دقائق. أحياناً بيكون لا، بدنا إجراءات أكثر. دائماً اتذكر إنه الوقاية خير من قنطار علاج.